ما هي أفضل الأعمال التي يوقف فيها؟ أعمال البر، أعمال البر في كل وقت بحسبه. نعم، تنظر أحسن أعمال البر في وقتك أو في بلدك وتوقف فيها، لأن هذا يختلف اختلاف الأزمان واختلاف البلدان اختلاف الأحوال. نعم، وتستشير أهل العلم، تستشير أهل العلم وهم ينصحون لك فيما هو الأحسن إن شاء الله. نعم. ويقول: هل للوقف لفظ معين؟ وقفت وحبست وأبدت، هذه الفاظ، أبدت هذه الأرض، حبستها، سبلتها، هذه الفاظ. نعم. وهل له مقدار معين؟ قدر ما ينتفع به، يتوقف شيء ما ينتفع به ما يصير وقف، كل شيء ينتفع به يجوز إيقافه. نعم.